على الفقر وناخذ نسائهم سبايا. والله يا سيدي الحويني ما جاب حاجه من عنده، يعني هذا الكلام بيتدرس للعيال اللي في الازهر. بس الكلام ده لما يبقى زمان عند نشر الاسلام، هو ده بقى اللي بيدرسوه للعيال دلوقتي الاسلام. ما هو لما ماشي، انما النهارده لما بيدرسوه لهم الكلام ده دماغهم ما بتستحملش الحضاره، فبيقعدوا يتكلموا معانا بحكم الاموات بتوع زمان اللي من سنه 1000 من 1000 سنه فاتت، ويقهرونا، والا ما نبقاش مسلمين. زي ما قال لي دلوقتي، طالما انا مش سني ابقى كافر، مع ان انا لا سني ولا شيعي ولا اي حاجه. وانا قلت له ليه انا مش سني ولا شيعي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال انه ربنا لا يامرنا بانه الا ان احنا نكون ربانيين، نعبد الله واحد بس. شوف كمان من ضمن اللي بيدرسوه للعيال، بيقول وحيث جوزنا اكل ميته الادمي، يعني ممكن ياكل ادمي بس في حاله الاضطرار، لا يجوز طبخها ولا شيها، لما في ذلك من هك حرمه، قال بعد ما هياكله او هياكله بس ما يسلقوش ولا يشويه، ويتخر في ذلك بان اكله نيئا وغيره، وله قتل مرتد، خلي بالك، وله قتل مرتد واكله، وقتل إيه تارك. ايوه يعني يقتل بني ادم ويشويه وياكله عشان جعان. لا لا لا، مش كده وبس، ده بيدرس عندنا في الازهر. بص يا سيدي، الازهر الشريف، قطاع المعاهد الازهريه، الاداره المركزيه للكتب والمكتبات والوسائل التعليميه، الاقناع في حل الفصل بشجاع للصف الثالث الثانوي، والكلام ده صفحه 256 السنه دي. يا شيخ الازهر السنه دي، يا مفتي الجمهوريه، يا وزير الاوقاف صح النوم، الكتاب اللي بيدرس لطلبه ثانويه عامه فيه كلام انه تارك الصلاه يتم شيء واكله. ايوه، اكله ثم شيء ثم اكله دون الرجوع للحاكم. دون الرجوع للحاكم، يعني ده يعني ارضيه خصبه لانشاء جماعات بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل الكلام ده. بص يا سيدي، وله قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاه ومن عليه قصاص وان لم ياذن الامام في القتل. خلي بالك، يعني دول بيسمحوا للناس انها تقتل الناس. يا نهار اسود، النيل يا شيخ الازهر، ده يا جماعه، دي المناهج، حد من مشيخة الازهر.